بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين، السلام على الأرواح التي حلت بفناء الحسين، عظم الله لكم الأجر، أرفع حر التعازي إلى مقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بهذا المصاب الجلل، وأسأل من الله بشرف هذه الليالي وكرامة الحسين أن يقضي حوائج المحتاجين، وأن يشافي مرضاكم ومرضى المؤمنين، وأن يسهل أموركم بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حقيقة في بادي الأمر أكو قصيدة طلب، يعني حتى حلفوني أنه طلبوها من عند طلب، في حين أنا مهيئ قصيدة للمناسبة، فأستبيح العذر من السيد وجناب جنابكم، فأقرأ شيء من قصيدة الإمام الحسين ثم أعرج على ذيك القصيدة، يعني ما أكملها، شوي أقرأ منها. ما لي بحياتي أبد غير الودادك محن يا أبا عبد الله، ما لي بحياتي أبد غير الودادك محن، أو عندك يلوذ اللي ذي الصيبة بزمانه محن، لو جفل لجلك يهل ذيك المدامع محن، ذنب ورد هالخبر عن الوصي والنبي، واللي بولان اعتقد هذا اليبينه أو نبي، يحسين طول العمر قلبي إلك والنبي، ون يحسين طول العمر قلبي إلك والنبي، اش ما أذكر أنا جرب الطف عليكم محن، حبل وصلك بحب حسين شدة أو توجب معتقد وخلاص، شدة لو طحت ولواك الدهر شدة، توجه للحسين بكل قضية. قلب زينب نكر ضامي سلامات أو سل الماي، قلب زينب نكر ضامي سل الماي، تودع حسين والمدمع سل الماي، تقل له وياك للزهرة سلام، اخبرها صار من بعدك علي، عليك ابكي بدمع عيني وسيلة، عليك ابكي بدمع عيني وسيلة، وحبك صار للعالم وسيلة، ذلة من أمشي أم غيرك وسيلة، وشرف من نبرك ببابك إليه، الروح ما بكت تبكي نخلها، الروح ما بكت تبكي نخلها، ومهشت الهم لأبو اليمة نخلها، نخلها عجيبة كربلاء أخضر نخلها، ودم حسين روى الغاضرية. صلوا على محمد وآل محمد. كل ما ردت أكتب يا حسين العين تبكي لك دمه مو ماي من تدمع، كل ما ردت أكتب يا حسين العين تبكي لك دمه مو ماي من تدمع، وحيرا بالقصيدة أبدي بيها شلون إذا أبكي عليها بأول المطلع، وحيرا بالقصيدة أبدي بيها مين إذا أبكي عليها بأول المطلع، أتخايل مصيبة كربلاء وعاشور، واتذكر سبي الأطفال والرضع، واستحضر مصابك سيدي ومولاي، واستخبر الكون المصرعك يجزع،
وعاين للسماء أحمر بلون الدم، يقيناً دم بجالك ساعة المصرع. وعاين للسماء أحمر بلون الدم، يقيناً دم بجالك ساعة المصرع. يبكي لك نعم مو أنت باب الله، يبكي لك نعم مو أنت باب الله، باب الرحمة باب الرحمة يم ذات العرش ترفع. يبكي لك نعم مو أنت باب الله، باب الرحمة يم ذات العرش ترفع. تبكي لك نعم يا عين وكح وياك، يرخص لك دمى يا حسين، يرخص لك دمى يا حسين، مو مدمع مقطوع الوريد وتقرأ القرآن، مقطوع الوريد وتقرأ القرآن. يا آية بوجودك أو آية بالمصرع، لذلك حصل التاج الخلود وللصبر عنوان. والرايد درسك سيدي يتعب، والرايد درسك يتعب ويرجع بكل شي معجزة يا حسين يا مولاي، حتى باسمك بساق العرش شعشع. وإذا صبرك صبر الدنيا صبرك شاء، وإذا صبرك وإذا صبرك صبر الدنيا صبرك كان، كل صورة من صبرك فكر تتوزع عفى صبرك. صبر لا ما صبر لا أبد ما شال أي إنسان، لا أيوب لا يعقوب مثلك شاف وتوجع. أيوب نبي، أيوب ارتفض قال أنا مسل الضر، إلهي بعلو عرشك تعلم وتسمع. شافا والتقى يوسف بأبوه يعقوب، شافا أيوب انتفض قال أنا مسن الضر، إلهي بعلو عرشك تعلم وتسمع. شافاه الجليل، شافا والتقى يوسف بأبوه يعقوب، رد الشمل أخوة وأهل وتجمع. وإبراهيم أو نبي إبراهيم، وإبراهيم مات بعلة منظر شاف، وابراهيم مات بعلة منظر شاف، آثار الذبح شاهدها بإسماعيل، مو ذبح بس آثار الذبح. وابراهيم مات بعلة منظر شاف، آثار الذبح شاهدها بإسماعيل. والتل قدمت شبانك ورضع، يا صبر اللي يقيسك، يا صبر الصبر تب، يا قياس القاس كل مقياس يوصل حدك ويركع. شفت الدين رايد حتى عبد الله الرضيع، شفت الدين رايد حتى عبد الله، ما قلت لطفل مو واجب ان يصرع. وشفت الدين رايد حتى عبد الله، ما قلت لطفل مو واجبا يرضع. بيدك للشهادة جبت يا مولاي، بيدك للشهادة جبت يا مولاي، كبرنا السهم وبمنحرة ركع. وقفت بكل عزيمة ثابتة وإيمان وتنادي، تركت الخلق طرا في هواك الحرم قل تسمع. وقفت بكل عزيمة ثابتة وإيمان وتنادي، تركت الخلق ضرا في هواك الحرم خل تسمع. أو صدرك صار ملعب للخيل للزلم والخيل، أو صدرك صار ملعب للزلم والخيل، بقلم قدسي خلودك سيد توقع. أو زينب إلها وقف على الجسد والصيح، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد.
وزينب إلها وقفة على الجسد وصيح إلهي قربان الشهادة تقبله مقطع. وارد الخبر مسنود بالأخبار ساعتها الأرض والسماء يا مولاي بشت لك دم على جسم بشت لك دم على جسمك شافته مقطع يا آية الباري ويا شهيد الدين لذلك بالحشر توقف وتشفع كرامة الموقفك والماقنع خليه يحضر بالمعادي يشاهد ويقنع حظهم عاثر حظهم عاثر تورطوا من ذبحوك ظلوا لعنة بلسان الزمن تطلع شلون الجرة وذبحوك يا مولاي شلون الجرة وذبحوك يا مولاي انت من التأيد بالوحي لا اشجع ما ذبحوك ما ذبحوك انت ذبحوا القرآن ورادة وديننا اشلاء يتوزع ومن علقوا راسك عن رمح يا حسين راس المصطفى كان الهدف يرفع ومن علقوا راسك عن رمح يا حسين راس المصطفى كان الهدف يرفع أنا اللي هنا أنا أعتذر بس الشيء للإمام الحجة لأنه حلفوني عليها أرجو المعذرة سيدنا الشيخ مسامح قصيدتي للإمام الحجة عبارة عن رسالة رسالة من مهضوم يقدمها لحضرة صاحب العصر والزمان طيب وافاكم بالصلاة على محمد وآل محمد إمامي إمامي وسيدي ومولاي إمامي وسيدي ومولاي يا سلطان هذا العصر يا غاية الباري وذخر غاياته إمامي وسيدي ومولاي يا سلطان هذا العصر يا آية الباري وذخر غاياته اجيت لحضرتك متيقنك موجود دائما موجود الإمام الحج اجيت لحضرتك متيقنك موجود والناجاك والناجاك تسمعها المناجاته أقدم لك رسالة أو شكوى من مهضوم والمهضوم عندك حال شكوات أقدم لك رسالة وشكوى من مهضوم والمهضوم عندك حال شكواته كاتب لك رسالة والحبر دمع العين حبرها دموع حسرة حبرها دموع حسرة ومن قلب مجروح يسولف ألم علاته اجيتك والهموم هواي حار الفكر واحتاريت أوجفن العين يعصر عصر دمعاته غيابك طال يا مولاي غيابك طال يا مولاي أوشح ماي الحياة بروضة الإيمان قام تموت شتلات غيابك طال يا مولاي والإسلام بيت الدين والبيت العزيز شلون من تنداس ثاياته غيابك طال يا مولاي وأحكام الشريعة شمعة وسط الريح تلاوي الريح أو شف الغدر ينقط غدر ما تخفاك نياته غيابك طال يا مولاي بس لسه ثبات وقوة الإيمان وأبطال الجهاد السحق والإرباب وأبطال الجهاد السحق والإرهاب صولاته بعنوان التشيع جاهدوا للدين لبنان وعراق وسوريا وإيران رفعوا للنصر للدين راياته غيابك طال يا مولاي وارفعنا شعار نردده كل يوم يا لتارات الحسين تقول صرخاته أسولف لك بعد يا سيدي ومولاي أسولف لك بعد يا سيدي ومولاي عن شكواي إلك عندي حكي وعتاب ما يكفيني هذا الليل
لو زادت بطول الليل ساعاته. أسولف لك بعد يا سيدي ومولاي عن شكواي إلك عندي حكي وعتاب، ما يكفيني هذا الليل لو زادت بطول الليل ساعاته، أريد أعصر لك ضلوعي وطلعش ما بقى بحشاي لوعاته. فز فز قلب الحديث وصاح، اعلى كيفك من تبث شكواك، قلب عند الإمام مجرح ومالوم حاضر ألم لجماته. فز قلب الحديث وصاح، اعلى كيفك من تبث شكواك، قلب عند الإمام مجرح ومالوم حاضر ألم لجماته. قلب ما يحمل الصدمات، توجر بيه صدماته وسبب آلامه تدري لسيدي ومولاي. هذا الحديث تحول بيني وبين القلب، سبب آلامه تدري لسيدي ومولاي. بعد لسه الطفوف جروحة تنزف دم، بعد لسه الطفوف جروحة تنزف دم، ومن حسين لسه الدو صرخاته، وبعد لسه يدور الثار دم حسين ينخيري الثاراته، وبعد لسه المثلث وسط قلب حسين تاكل تقص شفراته، وبعد لسه السماء تبكي بدمع من دم من الواحد وستين. شين الشف دمع الفاض، بس قلب الإمام يعيش آهاته. وبعد لسه المهر يرفس برجل القاع ويصيح الظليمة ومن يرد الصوت، بس قلب الإمام يعيش صيحاته. وبعد لسه عويل وصايح الأطفال، ألم يلتم جروحه ويا ألم ينشال لو من الجروح تصير لجماته. وبعد لسه الخيم خيم على خيم الطيح، وبعد لسه الخيم خيم على خيم الطيح، ويا دمع اللي يطفي النار ويخمد بقلب الصبر جمراته. ولسه الجود لسه الجود حاضن صدر راعية يقدر ماي مثل القلب لما تهيل دمعاته. وبعد لسه الرباب الصيح، يا ابني يا جمرة البحشاي ظلت حذر ضحكاته، ومجسام لسه الصيح يا جسام، ومجسام لسه الصيح يا جسام، يلمع دموع عين انطفت شمعاته. ولسه سكينة تتنوم مثل حالة لوج تربل طلعت العباس، تشكيل القلب ما نام ساعة، تشكيل القلب ما نام ساعة وترك حسباته. ولسه سكينة تتنوم مثل حالة لوج تربل طلعت العباس، تشكيل القلب ما نام ساعة وترك حسباته. وبعد لسه العقيلة تصيح يا أهل الثار، هذا الثار مهضومة مثل هضمك، كلاي جروح بسيدي ومولاي، لا تفزز جراحاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.